الله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا رشدنا وأرنا الحقائق حتى نزداد قربا منك ونحسن العندية عندك، أمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على الظالمين. أمر الحرابة تناولت بعض فيديوهات بفضل الله تعالى، فما عليكم إلا البحث عنها لتزدادوا معرفة بالإسلام ونظام الإسلام، خاصة في وقاية من الفتن من قبل النحل، خاصة الشيعية الكاذبة الفاسقة، لا الشيعية النظيفة وهي قليلة. وقلنا دعونا هؤلاء الإخوان أن يتبرأوا مما يجري به العمل على يد الهمال، سواء كان في العراق ولا في البلدان كلها. لابد أن توقع تبرئة، نتبرأ من هؤلاء، لأن الإسلام واحد لا يتجزأ أبدا بين سنة كاذبة أو صادقة وشيعة فاسقة وشيعة مستقيمة. نذكر الآية الآن، قول رب سبحانه وتعالى وهي 35، قلنا سورة المائدة لا تابل سيرفي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نحن قلنا التقوى هنا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، هنا ليس هنا فقط وليس هنا فقط، بل التقوى هنا، أي ملتقى كل الجوانب الشخصية الإنسانية أو الجنية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. شوف ربي كم يعتني بينا، كيف خالق، ليس كمثلي خالق، وتكون منا كلام وهو قوي، رغم أني مره وشربنا، ولكن كلامه نسمعوه نفهموه لو أردت ذلك. كيفاش كلام ربي يقصد به مولانا سبحانه وتعالى خيرنا وأمننا وتملصنا من كيد الكائدين ونجاتنا في يوم الحشر العظيم والحساب الشديد؟ كيف ربنا يقصد بكلام العزيز وكلام رسول الكرام عليهم السلام خيرنا وأمننا وفرحتنا وسعادتنا وسباقنا في مضمار الخيرات وعلى الأخلاق والمجال؟ ونعود إن شاء الله تعالى.